استاذ جرجس من اسكندريه، ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ اهلا بيك، اخبارك ايه؟ ممكن تقول لي انت دخلت جمعيه قبل كده ولا لا، او نظمت جمعيه او اي حاجه ليها علاقه بالجمعيات؟ والله بدخل في جمعيات، بس بتكون برضو زي ما كانوا بيتكلموا كده في نطاق شغل، مثلا في نطاق معارف، حاجه يعني ليها تبقى تراست اكتر يعني مع الناس اللي انت تعرفهم، فاهم؟ لكن قصه الدخول في حاجه مثلا اونلاين او حاجه، ده انت لما بتشتري منتج اونلاين بتبقى خايف يوصل البيت ولا ما يوصلش، يعني مش فكره جمعيه يعني. معلش يا جركس، انا باكد على حته تانية معينه. حتى لو كانت الشركه مامنه على انه لو في اي حد ما قبضش جمعيته بيقبض كده من خلال شركه تامين مثلا، مش عارف بصراحه، بحس ان هي حتى لو كان كده يعني هو الموضوع ريسكي قوي يعني. طب انت مثلا يا جرجس ما تحبش تجرب زي ما حسام قال انت تبدا بمبلغ صغير، تجرب فكره الاونلاين ابلكيشن الجمعيات دي، ان هي ممكن تبقى سيف او مضمونه ولا لا، ولا الفكره اصلا من الاول لا انت رافضها؟ الفكره اصلا من بابها كده، تحس ان هي فيها شبهه يعني، حتى الشركه لو هي مامنه يعني حتى ممكن هي تقفل. ليه شبهه يا جرجس؟ احنا بنتكلم في تطبيق ليه علاقه بالجمعيات. انت ما بتحبش تغامر يا جرجس، انت ما بتحبش يعني المغامره. لا يعني غير المغامره، انت ممكن تغامر في اي حاجه، بس تحس ان هي فيها جانب الريسك كبير. بيحب يبقى في الامان. طب انت بتحب تبقى في الامان زي كده؟ خليني اسالك، طيب طالما انت بتحب تبقى في الامان وراجل تقليدي دي، خليني اسالك، الجمعيات ساعدتك ازاي في حياتك او اثرت ازاي في حياتك؟ لا بتفرق طبعا يعني، انت بتدخل بتبقى يعني بتدفع مبلغ صغير والدنيا بتبقى يعني مش مثلا بتبقى يعني انت بتدفع مبلغ صغير وبعد كده فجاه تلاقي نفسك انت دورك يعني، تلاقي ان انت خدت بالك كده، فبيفرق معاك يعني. فبتفرق بقى، بتدخل بيها مثلا ممكن تجيب بقى كذا حاجه، مثلا تبقى حاجه ناقصاك مش عارف ايه بتاع، مع ان انت مثلا دفعت مبلغ صغير، بس بتلاقي ان في الاخر جالك مبلغ كتير يعني بيسد معاك شويه. ماشي، شكرا جدا. الجمعيات عامه يعني.